مناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة فقيدنا العزيز الأستاذ أحمد حرزني، يعني ما يمكن لي أن أقوله وأنا قد عرفته يعني منذ أن كان باحثا في معهد البحث الزراعي بسطات، وأيضا جمعتنا قضايا مجتمعية منها قضية البيئة، وربما جيلي أنا تعرف على المجلة التي كان يصدرها وهي مجلة المزارع المغربي. فما يمكن لي أن أقوله اليوم وأنه عرفت في الرجال في الرجل، وسميت شهادتي بكان الرجل صادقا، عرفته في خصال حميدة جدا كإنسان، كباحث، كعالم، كحقوقي، كدبلوماسي، كرجل دولة بمعنى الكلمة. يعني كان صادقا، صادقا في علاقاته، صادقا في فكره ورؤاته، كان أيضا صارما ولكنه مرنا، كان صريحا، كان صبورا، كان صامدا، كان يحب الصعود وليس الهبوط في يعني ترقية المجتمع، وكان أيضا صفحة مكتوبة تتضمن أفكارا، تتضمن رؤى، وتتضمن خاصة النقد الذاتي الذي قام به في السجن وخارج السجن بالنسبة للماركسية وبالنسبة لليسار. كان يتمتع بالصفاء في علاقاته وبالصفح، بحيث أنه كان متسامحا مع من يخالفه الرأي، ودائما كان يتحدث عن المصالحة. آخر ما قرأت له هو وآخر ما كتبه هو ما كتبه في الكتاب الذي يتضمن يعني مساهمات مهدات إلى صديقي العزيز السي عبد الحي المدن، وكتبها حول المصالحة. إذن بهذه المناسبة نجدد الرحمة وعلى السي أحمد حرزني، ونتضرع لله سبحانه وتعالى أن يشمله بغفرانه ورضوانه. إن لله وإنا إليه راجعون.